المقابلة في حرارة، والأجواء الإفريقية هي الملاعب، ونشكر اللاعبين ونشكر المدرب، وما زالت لنا مقابلة تاع موريتانيا ونروح للدور الثاني إن شاء الله بربي. مباراة كانت صعبة، كنا متوقعين هذا المباراة صعبة لأنه الحرارة لعبوا في القايلة على الزوج تاع القايلة كانت صعبة بزاف، بصح شفنا في الميطة الأول كنا قادرين نسجلوا أهداف، لعبت ليكيب ناسيونال الميطة الأول مليح، ماذا بينا يقعد هذا اللاعب اللي لعبوا الدقائق الأخرى هذو يدخل بهم الماتش الجاي. المباراة كانت صعيبة وبالأخص الجو كان شوية رطوبة عالية بزاف واللاعبين تعبوا، الماتش الجاي لازم نفوز، هذوك راه عندنا أمل بسيط أمل لازم نطلع نفوز باش نفوزوا. الحمد لله مزيان خرجنا زود زود، هذه يعني إذا تربح من إذا تخسر من الماتش الجاي بإذن الله نربحوا ونتكاليفيا.